طيب سيد مضر، هناك أمر لافت للنظر من إعلان العشائر العربية والكردية والتركية في ولاية شانلي أورفا دعمها الكبير لرئيس أردوغان، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أولا الانتخابات في تركيا القادمة هي انتخابات مفصلية، هي انتخابات بين الخير والشر، هي انتخابات بين السالب والموجب. العشائر العربية أو العشائر الكردية والعشائر التركمانية والتي تتواجد بشكل كبير جدا في شرق تركيا وفي جنوب تركيا هي لها ثقل كبير جدا ولها الملايين من الأصوات في تركيا، وهؤلاء حقيقة قد أعلنوا الولاء وأعلنوا أن أصواتهم ستكون للسيد أردوغان ومن يقف مع السيد أردوغان من أجل المحافظة على وحدة تركيا، من أجل المحافظة على الأمة التركية، من أجل محاربة الإرهاب، العصابات الإرهابية المتمثلة بالبككة أو تنظيم البيدي قسد الإرهابي، هي ارتكبت مجازر مروعة بحق المدن التي تقع في شرق تركيا وفي جنوب تركيا، من عينتاب إلى أورفا إلى غزلتبة إلى قورنشهر إلى نصيبين وديار بكر ومديات وأديمن، بالإضافة إلى ماردين ووان وشرناق وغيرها من المناطق، وصولا حتى إلى البحر الأسود إلى حدود إيران. العشائر العربية والتركمانية والكردية هي تنظر للمصلحة العامة، والسيد أردوغان قد ساهم في تطوير هذه المدن وهذه المناطق النائية، كانت هذه المناطق تفتقد إلى الطرق، تفتقد إلى المدارس، تفتقد إلى الجامعات والمستوصفات والمشافي وإلى المطارات وإلى طرق المواصلات، بينما حاليا نجد بأن هذه المناطق أصبحت تضاهي اسطنبول وأنقرة وتضاهي مرسين وأضنة وبقية المناطق في غرب تركيا.